صباح الخير طلبتنا الأعزاء، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونرحب بكم في محاضرتنا ضمن تحليل الدوائر الكهربائية، وهي تتعلق بحساب الفولتج دروب في إنارة الشوارع. وهذه الحقيقة هي من المواضيع المهمة، ولازم المهندس اللي يشتغل في هذه المجالات أن يعرفها، ويكون الحسابات مالتها دقيقة، لأن حتى ما تأثر على إيداء المصابيح في الشوارع، وبالتالي انطفائها أو عدم اشتغالها بين فترة وأخرى، وأحيانا حتى تسبب إلى عطل الشبكة هذه. الحقيقة الأول راح نفهم بالنسبة شلون يصير الفولتج دروب. طبعا الفولتج دروب لما هو يمر مسلط فولتية على فرد ترانسميشن لاين أو على سلك، راح يصير هناك فولتج دروب. الفولتج دروب يا إما يتم عن خلال المقاومات المربوطة به، او عن من خلال هو اللينث مالت الواير نفسه، لان اللينث مالت الواير هو عبارة عن ممانعة ومقاومة. وهذا هو نشوفه هنا الار، يعني هو المقاومة مالت السلك تتناسب تناسب طردي مع الطول، كل ما يزداد الطول كل ما تزداد المقاومة، وتناسب عكسي مع الاريا، بحيث كل ما تزداد الاريا راح الكروس سكشن اريا تقل المقاومة، وحتى يصير كونستانت لهذه المعادلة، فهي هذه الجي اللي هي الكونستانت اللي هو الريزستيفيتي مال نوع الماتيريالز. مثلا دائما احنا نستخدم النحاس او نستخدم الالمنيوم في الترانسميشن لاين، نستخدم الالمنيوم في الشوارع تشوفونها مو صفر، هي بيض، فاذا هي الالمنيوم. فهذه المقاومه الار راح تصير لنا تعتمد على ال اللي هو المتر لينث، طول بالامتار، ايش قد طولها بالامتار، وهذا الكروس سكشن هو ثابت، وهذه هم الريزستيفيتي ثابته. فكل ما يزداد طول الواير كل ما تكون المقاومة كبيرة، فهذا يسبب فولتج دروب بالكيبلات وبالوايرات المؤدية الأسلاك المؤدية إلى الأحمال مالتنا. وخصوصا هذه تكون مهمة جدا عندما يكون عندك يعني أبنية عمودية، لأن تصير هاي رايزر مثلا إذا ارتفاع أرضي 10 أو أرضي 20 متر، أو أرضي عفوا طابق، او ارضي 30، واحيانا ارضي 50 او 40، ان شاء الله بالمستقبل يصير في العراق. فطول الكيبل راح يزداد هنا، فراح يصير فولتج دروب، فهذا ياثر على الترانسفورمر مالتنا، وياثر على كل الاجهزه اللي راح نربطها. فلازم تحسب بشكل مضبوط ودقيق. وطبعا اذا الكيبل هذا بهذا السايز ما نفع، لازم احنا شنو نكبر السايز مالت الكيبل، الكروس سكشن نكبره حتى تقلل المقاومة. فهذا ايضا راح يصير كلفة زيادة علينا، وهذا موضوع اخر ايضا ان شاء الله بالفصل الثاني اذا الله خلانا عدلين راح نتطرق لهذا الموضوع، ايضا التأسيسات الكهربائية في المباني السكنية والمباني الصناعية. فإذا هذه عرفنا العلاقة بين الآر بين الال بالكروس سكشن، وهذه معامل مقاومة المادة لكل متر طول. أيضا نحتاج عند حساب الفولتج دروب نحتاج الواير كونستانت شارت فور ايتش سايز اوف واير اللي راح نستخدمه as per American standard طبعا او British standard. هذا هو shown at below table. فهذا هو التيبل ده ينطينا الجيج مالت الواير،
هذا الجيج مالت الواير 18 الجيج مالته، المعامل مالته او الواير كونستانت شارت اللي هو 1380، هذا رقم ما بي وحده 1380. اذا 16 جيج يصير 2200، اذا 14 جيج يصير 3500، وهكذا 12 جيج مالته يصير 7500، اذا 10 جيج يصير 11920، واذا 8 جيج يصير 18. فشوف هي هاي الممانعه، شوف هذا تزداد يعني عندنا كل ما يصغر حجم او سعه الموصل الكهربائي. هذه نستخدمها في معادلاتنا هسه اللي راح ناخذها، شلون نحسب الفولتج دروب بالنسبه للمصابيح. طبعا ايضا نحتاج the lead hub method equation to calculate the voltage drop at each leg of design drawing as shown below. طبعا عندنا احنا مثال راح ناخذه، هو يتكون من يعني أربعة أذرع راح نشوفها وراح نشرح عليها، فنحسب كل واحد individual، كل واحد كل ليج نحسب الانديفيدوال. شلون نحسبه؟ نطبق هذه المعادلة، المعادلة اللي هي voltage drop تساوي ال L في W على ال WC في 2. ال L هو طول الواير، ال L هو طول الواير، وال W هي ال total connected load بالواتس، total connected load بالواتس. اما ال WC اللي هي الكونستانس، واير كونستانس اللي حكينا عليها بالجدول، ويعتمد حسب الجيج مالته ينضرب في 2. هنا السؤال ليش ينضرب في 2؟ لانه الكيبل او الواير من يروح يغذي شبكة الإنارة هو الحقيقة يروح ويرجع الواير طوله، فلذلك الضربة في 2. فإذا ال VD is the voltage drop in volt، ال L is the length of wire in feet، هنا يصير in feet لأن الأمريكان ستاندرد in feet، بالبريتش ممكن in meters ناخذه أو حسب السؤال شلون يعطينا إياه والشارت الموجودة عندنا. W is watts of load. WC is wire constant as per American standard chart. راح ناخذ هنا example حتى يكون أكثر وضوحا، وندخل في الموضوع direct حتى نطبق هذا القانون. ممكن أنت إذا بحدك تشتغل به قد يعني تصعب عليك العملية، شلون تحسب هذه الحساب وشلون تستخدم الجدول في الحسابات وشنو لازم تحسب. اهم شيء هذا راح نشوف على الواقع العملي شنو لازم تحسب. فمن راح نجي للرسمه الديزاين مالت الدروينج راح نشوف الليكس اللي موجوده عندنا وشلون موزعه الاناره بها. هنا الاكزامبل 1 يقول calculate the total voltage drop for 12 volt 10 watts ليد ستريت لايت. احنا عندنا يريد نحسب الفولتج دروب لل 12 فولت، هو اللامب اللي مركبينه الليد لايت. الليد لايت احنا قلنا بالمحاضرات كثيره اكدنا عليه اللي هو لايت اميشن دايود، وهذا النوع من المصابيح هو بي سيفنج للباور، وايضا ينطي طاقه عاليه، وايضا حتى وزنه يكون خفيف وحتى ما يأثر بالبيئة وتتأثر به الحقيقة. فإذا عندنا 12 فولت كل مصباح وعندنا 10 واط الواطية مالته. ستريت لايت as shown on below proposed design drawing. The length and gauge of wires are given in the drawing. حقيقة length والجيج مالت الواير موجودة في الدروينج، في ديزاين دروينج. With wire constant for each gauge as per American standard اللي شفناه الجدول اللي موجود عندنا هناك في البداية. طبعا هسه راح نجي شلون راح نحل
هذا المثال solution. We have four legs as shown in the drawing. عندنا أربع أذرع اللي هو الأوبر واللور الأعلى والأسفل والليفت and right legs, so that we should calculate the voltage drop for each leg. لازم نحسب الفولتج drop لكل ذراع using lead hub equation method. هذا هو الديزاين drawing مالتنا. تلاحظون هنا هذه هي إنارة الشوارع, وهذا ديزاين لمكان معين محدد. هنا التي هو ترانسفورمر, محل ترانسفورمر اللي تغذي اللاين كله, وهنا اكو فرد نقطة دالة هو هاوس منطينا اتش, وهنا عندنا هذه الأذرع تلاحظوها, هذا واحد هنا اللي هو هذا اوبر ليكس, وهذا الذراع الثاني اللي هو رايت ليكس, وهذا هو الذراع الثالث اللي هو ليفت ليكس, وهذا هو الذراع الاخير اللي يجينا من الترانسفورمر ونسوي نسميناه لور ليكس. الحقيقه في كل برانش في كل ليك موجوده عندنا خمسه مصابع, 1 2 3 4 5 مصابع. المصابع انطالنا مواصفاتها, كل وحده ب 12 فولت الفولتيه مالتها, والواطيه مالتها هي 10 واط. طيب هذني الارقام شنو؟ 12 على 2 وهاي 50 وهاي دبليو سي. هذا 12 على 2 هو الواير جيج, هذا الواير جيج يعني الواير جيج 12 شايفين, وهاي 50 هي 50 يارد, هي المسافه من هذه النقطه الى نهايه النقطه هنا, هذه هي 50 يارد من الهاوس هذا محددها الى هذه النقطه, هو 50 يارد عندنا. والدبليو سي اللي هي 7500 هذا هو الواير جيج كونستانت بالنسبه لل 12, الجيج 12 على 2 هو 7500, هذا بالجدول اللي شفناه من الساعه. هذا اذا الاوبر ليك. راح نيجي على الرايت ليك. الرايت ليك ايضا ب 5 مصابيح, كل مصباح هو 12 فولت 10 واط كل مصباح, وعندنا الواير جيج مالته 12 ايضا, المسافه 50 يارد, هاي 50 يارد, والدبليو سي هو نفسه 7500. اما عندنا الليفت ليكس نفس المواصفات مثل ما قلنا, هم ب 5 مصابيح ليد لايت وبالواير جيج مالته 12, وايضا ال 50 يارد المسافه الطول مالته, وبالدبليو سي اللي هو الواير كونستانت 7500. هذا منين جبناه؟ جبناه من الجدول. المن يعود لل 12 لان هو منطلنا حسب الجدول ال 12 يصير 7500. الجانب المهم والاخير اللي هو من الترانسفورمر الى هذه النقطه, هذا حتى حساباته راح تختلف, وقيمه الفولتج دروب مالته راح تختلف, لان يعتبر هو شايل حمل هذني الثري برانشات, هذا الثري ليكس شايلها. تخيل نفسك انت شايل احمال, ثلاث احمال زين, وهذه الاحمال كل حمل شايله شخص مثلا, فهو شايل بس الحمل مالته من هنا لهنا, بس الحمل مالته, هذا شايل بس الحمل مالته, وهذا شايل من هنا لهنا بس الحمل مالته. انت اجيت شلت من هاي المسافه اللي هنا لثلاث احمال, فاذا هنا حساب هذه المنطقه راح تختلف تماما عن المناطق الثلاثة هذني, لأن هذني كلها individual, كل وحدة شايلة حملها, هنا صاير التفرع. أما هذا فبالجنكشن هذا هن كلها المجتمعات, معناتها لو تتخيل عندك فرد ميزان بثلاث كفات, إذا أنت شايل لثلاث كفات بيدك. هذا هو الواير مالته أول شيء يختلف, وليش يختلف؟ طبعا لأن الحمل مالته راح يصير أكثر, يعني هنا الحمل مالته اكثر بالتاكيد اكثر, لانه صار حمل مال ثلاث ليك, ثري ليكس زين هو شايل عنده. وايضا الواطيه مالته راح تختلف عن هذولي, راح نشوف كيف راح تختلف. هي مجموع الواطيه مال الثلاث كفات اللي موجوده عنده. فاذا الواير جيج وسعناه
اللي هو 10 خلينا مو 12، لان 12 ما يتحمل يصير بي فولتج دروب اعلى. وهذا شلون نستنتجها من القيمه او من حسابات الفولتج دروب، اي واير يكون مناسب الجيج حتى ناخذه حتى يقلل لنا من الفولتج دروب راح يصير باللاين. لذلك هذا هو 10، وايضا المسافه مالته اطول هم اكثر بعد 120. اذا قلنا المسافه لما من الساعه حجينا مقاومتها راح تزيد بالنسبه لنا، غير المسافه عن 50 لكل ذراع. والدبليو سي مالته اللي هو 11920 اللي هو هذا اللور ليك مالتنا. هسه نجي شلون نحسب الفولتج دروب في كل ليك، وراح نبدي بالتتابع نحسب كل ليج الفولتج دروب مالته. اذا نجي الفولتج دروب هو يساوي L في W على WC في 2، وقلنا الفولتج دروب هو لينث وهنا الواطية توتال كونكتد لود، وهنا اللي هو واير كونستانت، واير كونستانت ومضروب في 2. هسه راح نجي الاوبر ليك فولتج دروب از، هذا راح نجي له نطبق القانون نفسه هذا الفي دي. نجي هنا ال ال تساوي 50، ال ال تساوي 50، وهاي ال 50 منين جبناها؟ لانه هذا هنا هذا هو الليك، اذا تلاحظونه هذا هو الاوبر ليك، هذا هي ال 50، هذا هو ال 50 مالته. بعدين نجي شنو؟ 5 في 10. ليش 5 في 10؟ لان عدد المصابيح 5. لاحظوا نرجع مره ثانيه، عدد المصابيح هو عندنا ايش قد؟ عدد المصابيح هو 5، 1 2 3 4 5، واحنا انطيناه بالسؤال كل مصباح هو 10 واط. فاذا 5 في 10 50، يعني حتى لا تشتبه ويا هذا ال 50 هي صادفه هالشكل، لان هذا 50 يارد، فاذا هذا ال L وذيك ال 50 هي واط. زين، وعندنا منطينا هو هنا ما منطينا جدول، منطينا يم كل واحد الدبليو سي مالته 7500، هذا نعطيكم اياه احنا بالسؤال، يعني اذا جبنا سؤال من عنده. فاذا تلاحظون هنا هاي ال 50 يارد، هنا هاي ال 50 هنا هي يارد المسافه اللي هي تعكس ال L. هاي 5 في 10 انا جزئتها ما كتبتها 50، لان حتى تعرف انه عندنا خمس مصابيح في 10، 10 واط لكل واحد. الدبليو سي مطينا اياها هو 7500 مضروبه في 2 ويساوي 0.66 فولت، هذا في الليج ياهو الليج الاوبر ليج. نجي على الرايت ليج، نجي على الرايت ليج، هذا الرايت ليج حقيقه للمصادفه في هذا السؤال انه اعتمدنا نفس الارقام، نفس الارقام مالت الاطوال مالته ومالت الواير جيج وعدد المصابيح. فاذا هو 12 على 2 عندك 50 يارد المسافه، وحتما الدبليو سي اللي هو الواير كونستانت هو 7500، وعندنا هذني 5 مصابيح كل مصباح 10 واط، اذا 5 في 10 راح يصير عندنا 50، فاذا راح يصير نفس الفولتج دروب راح يصير هنا. فاذا صار عندنا هسه 2 فولتج دروب، هذا واحد وهذا واحد. بعد راح نحسب ليفت ليكس، فاذا طلع عندنا نفسه مثل ما قلنا 0.66 فولت، هذا نفس الفولتج دروب مالت الاولاني. نجي على ليفت ليكس فولتج دروب، راح تطلع عندنا اذا نفس الفولتيه 0.66 فولت الفولتج دروب بهذا الليج. وهنا كاتبين احنا ملاحظة للثلاثة 3 legs، the 3 legs have the same voltage drop because they have same wire gauge اولا، وعندهم equal length نفس الطول and same total connected load ونفس الاحمال المربوطة به. اذا صار عندنا ثلاث قيم ل 3 ليكس اللي هو الاوبر والليفت والرايت. هسه اجى منين؟ اجينا فاينالي
we should calculate the voltage drop for lower leg by using the same equation. نفس الإكويجر راح نستخدمها. إذا إجينا للليج الليج الأخير مالتنا اللي هو اللور ليج هذا، وقلنا هذا مهم لازم تنتبهوا له. يعني قد واحد يستغرب يقول لك هذا شو، ما بي أحمال، ما بي مصابيح. لا، هو بالعكس هو شايل المصابيح مال الثلاث شوارع هاي اللي موجودة، لأن هو موصل الكهرباء إلها. طبعا ولو كان اكو هنا مصابيح مثلا منها ثلاثة منها خمسة عندنا او عشرة، نحسب العشرة مالته زائدا نحسب ال 15 اللي موجودة بالشوارع الفرعية اللي هو مغطيها. هاي تنتبهوا لها زين، يعني مو شرط ان يكون هو ستريت لاي جاي لك، احتمال راح يكون هو هم ليك وهم هو حامل الحمل مات الاذرع الاخرى اللي موجودة. فاذا هاي ننتبه له. فاذا هنا عندنا شنو، هنا القيم تماما تختلف. عندنا الواير جيج 10، عندنا الطول مالت الواير 120 ياردة، وعندنا الدبليو سي اما يختلف اللي هو الواير كونستانت 11920. فاذا نجي هسه هنا للمعادله، هاي الفي دي اللينث مالتنا ايش قد قلنا 120 في 15، ها شفتوا هنا لانه اضفنا هنا المصابيح مال الثري برانش فهن 15. الواطيه مال كل واحد ما اختلفت، هي 10 على 11920. ليش؟ لانه الواير جيج مالته هو 10 والواير جيج مالته الواير كونستانت هو 11920، وضربنا ايضا في 2 فشوف طلع عندنا 3 فولت. فاذا راح شفنا ايش قد ضاعف الحمل مالته، يعني شال هذين الثلاثة، وأيضا المسافة الأطول هم صار بها فولتج دروب أكثر، فإذا صار عندنا 3 فولت. هسه الحين so that the total voltage drop for four leg is، طبعا هاي total voltage drop for ال four legs اللي هو 0.66، أما هذا واحد نضربه في ثلاثة لأنه عملية الجمع هي عملية الضرب، سوري عملية الضرب هي عملية جمع متكررة. فأما نضرب 0.66 في ثلاثة حتى نطلع التوتال فولتج دروب بهذه الثلاث خطوط، أو نجمع نجمع عادي الأحسن حتى ما نخطأ. 0.66 زائدا 0.66 زائدا 0.66 زائدا شنو الثلاثة اللي هو باللور ليكس الفولتج دروب حسبناه بثلاثة، فصار التوتال فولتج دروب بالمنظومة هاي صار 4.98 فولتس. هذه بالمنظومة داخل المنظومة، بس كمنظور ايش قد الفولتج دروب صار بالنسبة للترانسفورمر هذه تختلف. هذه بس للمنظومة، شنو اللي يختلف بها؟ يختلف بها انه لازم نضيف حتى بالنسبه للترانسفورمر، حتى المنظر يصير من الترانسفورمر، يعني حتى النظره تصير من المحوله منا من الترانسفورمر. شنو راح اشوف المحوله؟ الحقيقه المحوله راح تشوف الاحمال ثلاثتهن زائدا الحمل او الفولتج دروب مالت هذا اللاين. فاذا المنظور مننا راح تشوف هذين ثلاثتهن زائدا هذا اللي موجود. فلذلك احنا هنا ايش سوينا؟ سوينا جمعنا فطلعت عندنا 4.98. هسه اذا نريد ننظر من الترانسفورمر لازم شو نضيف لها؟ لازم نضيف لها so the total voltage drop on the line is equal to lamp voltage plus to lamp voltage. احنا قايلين في السؤال، إذا نرجع هنا للسؤال مالنا، calculate the total voltage drop for 12 volt 10 watt lit street light. فإذا إيش قد هي؟ 12 فولت. إذا اللاين هو ماخذ 12 فولت. إحنا هاي الـ 0.66 فولت اللي طلعناها لكل برانش هاي الفولتج دروب، بس مو هي الـ 12 فولت مالتنا. فاحنا حتى يصير المنظور من الترانسفورمر تنظر على الشبكه كلها شنو
مقدار الفولتج اللي انسحب من اللاين من السبلاي باور هو 12 فولت زائدا التوتال فولتج دروب للفور ليجز. هذه كثير من الطلاب حقيقة في العام الماضي أخطأوا فيها، وهذه ال 12 فولت ما يكتبها، يكتب بس شيء يقول توتال فولتج دروب بالنسبة للسبلاي فولتج الرئيسية اللي جاية. ليش؟ لأن هاي مهم أن نعرف إحنا إيش قد فولتج دروب موجودة عندنا، هل هي مسموح بها ولا زادت عن حدها. يعني إذا زادت عن حدها أكو عندنا تورنس موجود في كل الستاندر، أكو تورنس يعني مقدار الخطأ مقبول مثلا 2.5% 3% 5% 10% ما زاد عن طبعا ما راح ينقبل. فإذا راح نشوف هل إن المصمم أو المهندس، شوف هاي كلها تتعلق بشغل المهندس، هل إن المهندس لما نجرب بهذا الواير وخلاه كان مبني على أسس علمية أو حسابات علمية، فاتضح أنه هو مبني على حسابات علمية، لذلك تكون الفولتج دروب مالته مقبول within the range. نعطيك الرينج، إحنا مستقبلا راح نعطيك الرينج، نعطيك التولرانس جيد، بس التولرانس من نعطيك إياه مثلا نقول لك 2.5% from الفولتج of the supply. هنا الفولتج of the supply هو مو 12 فولت الحقيقة، الفولتج of the supply هو 120 فولت بالنسبة لأمريكا وكندا وأوروبا، بس بالنسبة للعراق من راح نجي نحسب مثلا إذا نحسب راح يكون 240 فولت، راح يكون 240 فولت أو 380 فولت إذا كان الثري فيز مالتنا، بس هو ياخذ فيز فيز فيصير هو 240 فولت. فأنت شوف لازم تهتم زين وجيدا، تعرف المنشأ منين، وين أنت تصمم، وشنو الباور اللي جاي يجهز بالنسبة للسينجل فيز مالتنا، شنو هو قيمته اللي هو 120 فولت في أوروبا وأمريكا. زين هذا يتناسب مع الواير كونستانت اللي هو هذا ضمن الستاندر الأمريكي، الواير اللي يستخدم هناك. أما الواير اللي يستخدم عندنا في العراق فهو يستخدم بريتش ستاندر اللي هو ناخذ الواير 2.5 مليمتر، ناخذ 4 مليمتر، ناخذ 6 مليمتر، بعدين ناخذ 10، بعدين ناخذ 16 مليمتر، هذا الواير سايز بالعراق، بعدين ناخذ 25 مليمتر، بعدين ناخذ 35، بعدين وراها ناخذ 50 مليمتر، وهكذا واحنا صاعدين لحد ال 600 مليمتر اللي نستخدمها من المحولة إلى الترانسفورمر، يصير 600 ويصير سينجل كور، هذا 600 وقطره يصير حوالي 4 إنش، قطر السينجل واير مالته يصير 4 إنش. وإن شاء الله هذه بالفصل الثاني راح ناخذها وراح نعطيكم تفاصيلها، شلون يكون الربط بالنسبة للمحولة وشنو نوع أنواع الأسلاك اللي راح تربط والسايز ما قلت الأسلاك. ليش؟ لأنه تيار عالي راح يمر، فما نريد فولتج دروب يصير هناك، فيصير هيت، إذا صار فولتج دروب عالي معناته مقاومة عالية، لذلك نكبر سعة الموصل مالنا بالنسبة من المحولة إلى الترانسفورمر. فإذا مثل ما قلنا عندنا احنا we have four legs as shown in the drawing, upper, lower, left and right, so that we should calculate the voltage drop for each legs using lip hub equation method. اجينا بالاخير من طلعنا انه لحد ال H الهوم اللي هو البيت المسكن كان الفولتج رب مالنا 4.98 فولتس، اما من نرجع الى المحوله من الترانسفورمر نضيف له شنو؟ لازم نضيف حتى التوتال فولتج دروب، نضيف الحقيقه ال 12 فولت اللي هو اساسا منطينا اياها لللام، زائدا ال 4.94 اللي جتنا من مجموع الفولتج دروب
بالبرانشات اربعتهن بالليك اربعتهن الفولتج دروب مالته، فصار عندنا 16.94 فولتس. من هذا المصمم والمهندس يحسب حساباته اذا كان هذا اوكي وهو مؤدي الخدمه ومقبول ضمن السماح للسيستم المعمول به في البلد، ديش الشيء يقول التصميم مالتي صحيح وما يغير فيه. ولذلك اذا كان عندك هذا غير مسبوح به القيمه من تضربها بالانبوت فولتج ايش قد اللي جاي لك، مثلا 240 تضربها مثلا في 2 يطلع لك 24، هذه الفولتج المسموح بها، فيكون عندك هذه مثلا هذا اوكي، هذه اوكي يعني within the range. اما اذا قل المسموح به لذلك تعيد حساباتك، تعيد حساباتك راح يشوف الفولتج روب عندك راح ينزل راح ينخفض، معناتها راح يريح الشبكه وما راح مصابيحك كلها راح تشتغل صحيح وما عندك مشكله بالمصابيح تظل مثلا تشتعل وتنطفي، او احيانا ما الستارتر مالتها ما يشغلها فتشوف الطرق تعبانه عندنا مرات تشوف مصابيح مالتها، هذه دليل انه ما محسوبه بالشكل الصحيح. واحيانا ينضرب عندك كيبل معين مال واحد من الليقات، هذا الليك ينضرب فيتبدل، حي الله يتبدل باي كيبل ما محسوب، لذلك تشوف هذا البرانج او هذا الليك ما يشتغل بالشكل الصحيح. هذه الامور احنا ناكد عليها لان الحقيقه العراق محتاج من عندكم انتم جيل المستقبل ان تشتغلون ضمن الستاندر، وان ما نشتغل شيء صحيح ما نشتغل شيء غلط، لازم يكون صحيح حتى يفي بالغرض وحتى نكون مطمئنين انه الشيء اللي تعلمناه هو هذا هو الصحيح. شكرا لحسن إصغائكم معنا، ونتمنى أن نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء. وأيضا راح ناخذ توتوريال، راح نسوي توتوريال واحد نحل أسئلة، راح أحضر لكم أسئلة نحل سؤال آخر على هذا النوع من وناخذ أسئلة أخرى ممكن حنا 3 4 أسئلة. شكرا.